الزبيب. الزبيب أشهر أنواع الفواكه المجففة وأكثرها استخداماً في العالم، وهو يحتوي على مركبات غذائية مفيدة للجسم حيث تعزز من صحة الإنسان، مفيد لتحسين صحة الهضم. من أبرز فوائد الزبيب تحسين صحة الهضم، حيث يساعد تناول الزبيب يومياً على التخلص من الإمساك، التخلص من السموم الناتجة عن عملية الهضم. علاج حموضة الجسم. الزبيب غني بالبوتاسيوم والمنغنيز، وهذان المركبان يساعدان في خفض حموضة الجسم وطرد السموم، ما يساعد في حماية الجسم من الأمراض كالتهاب المفاصل، حصوات الكلى، وأمراض القلب. الوقاية من فقر الدم. من أهم فوائد الزبيب علاج فقر الدم والوقاية منه، حيث يحتوي الزبيب على كمية وافرة من الحديد ومجموعة فيتامين باء والنحاس، وهي عناصر تساعد في علاج الأنيميا أو فقر الدم. مفيد لصحة العين. يحتوي الزبيب على بعض المركبات البوليفينولية، وهي مضادات أكسدة تساعد في تقوية النظر وتحمي العين من الأمراض. كما يحتوي الزبيب على كمية جيدة من فيتامين ألف المعروف بفوائده في تحسين صحة العين.